حضرتك ممكن تعرفنا على نفسك وتدينا شكل العلاقة اللي كانت بتجمعك بشكل أسري بفنان محمد عبد الوهاب؟ هو أنا هاشم السيفي، أبا حفيده ابن عفت عبد الوهاب. بصراحة أنا عرفت جدي 4 سنين، يعني من أول ما اتولدت، يعني هو توفى وأنا عندي 4 سنين، فمعرفش كتير عنه أوي، بس يعني كل عارفه إن هو كان يعني راجل مسوس قوي في نفسه، وكان بيخاف على اولاده قوي وعلى احفاده. بصراحه يعني الراجل، يعني من اللي انا فاكره، الراجل جميل مع صغيرين، بيلعب لنا مزيكا، ويعني كان راجل بيت جميل وبياخد باله من الاسره بطريقه يعني غير طبيعيه. وبس علاقتنا معاه يعني كانت يعني بيتعامل معانا كاحفاده، يعني ومبيحبش بيحب يخلينا نلعب كتير في البيت، عشان كان راجل دغري قوي وبيحب النظام برضه في نفس الحاجه. طب في ظهر مواهب امتدادا للجد محمد عبد الوهاب؟ في انا بلعب مزيكا، وفي ابن خالي وبنت خالتي بيغنوا صوتهم حلو يعني، وفي بنت خالي التالت بتلعب بيانو برضه، بتلعب في الاوبرا. اولا اقول ان انا سعيده جدا ان بيحصل احتفالات بذكرى محمد عبد الوهاب، والواحد بيبقى مبسوط جدا وفخور ومبسوط انه بيلاقي ان في اقبال من الجمهور ومن الشعب المصري، ان هو بيبقى عايز يسمع المزيكا دي وبيفهمها وبيقدرها. فاولا اقول ان انا مبسوطه قوي، وانا بلعب بيانو، انا بعزف على البيانو بس موسيقى غربيه، وباخد برضو هنا. بالنسبه لي ده من امتع الحاجات اللي انا بعملها. يعني عمر خليل حفيد محمد عبد الوهاب، اتكلمنا عن جدك محمد عبد الوهاب، واتكلمنا ايه رايك في الاحتفاليه اللي اوبرا عاملاها في الذكرى 21؟ اولا اي احتفاليه الاوبرا تعملها في ذكرى جدي وذكرى موسيقى للاجيال محمد عبد الوهاب بالنسبه لي فخر، وبالنسبه لكل العيله فخر، مش سهل انه يتشرح. واقول انه هو توفى بقاله 21 سنه، بس موسيقته وفنه وكل اللي سابه للعالم الفني عمره ما هيموت وعمره ما هيخلص، ودي حاجه برضو تخليني فخور جدا ان انا فيه. حد قال لك انك فيك شبه؟ كذا حد قال لي ان انا فيه شبه. انا لغايه من قريب ما كنتش بلبس نظاره، واول ما ابتديت البس النظاره دي الكلام ده زاد قوي قوي، وده برضو حاجه يعني تفرحني قوي ان انا بقى شبه محمد عبد الوهاب. دي حاجه بالنسبه لي. تقولي في الذكرى 21؟ الذكرى 21 احنا دلوقتي انا متاكد ان احنا ما عندناش وقت كفايه ان انا اقول كل اللي انا عايز اقوله عن جدي، بس بالنسبه لي انه محمد عبد الوهاب عمره ما هيموت زي ما قلت لك، وفنه عمره ما هيموت بالنسبه لي. اكتر الاغاني بتحب تسمعها؟ كتير كتير اغاني كتير، يا دنيا غرامي، مش على لبكي، الفن اللي بتمسك قوي. لا ما الفن مثلا هي من اكتر الاغاني اللي بتعجبني.